تأسيهاته الندوة المنظمة من طرف فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب في إطار أنشطتها التي واكبتها موازاة مع منظومة إصلاح العدالة، خاصة أن هناك مجموعة من المشاريع القوانين المنجزة حاليا والتي سيتم إحالتها على مجلس البرلمان قصد المصادقة عليها، مشروع قانون المسطرة المدنية. نحن كنقابة نرى بأنه لا يقل أهمية عن الحق في المحاكمة العادلة، باعتبار أن الحق في التقاضي هو الحق المحول دستورا لجميع المواطنين للولوج المتبصر والمستنير إلى منظومة العدالة دون أي عوائق أو حواجز. وفي هذا الإطار هذا نظم فرع تازة لنقابة المحامين هذه الندوة للمطالبة بتكريس هذا الحق كما هو مكرس دستوريا ومنصوص عليه في المادة 118 من دستور 2011. أين نحن من مشروع ديال المحاكم الإلكترونية أو الرقمية؟ فين وصل هذا المشروع اللي سمعنا له كثيرا؟ بالنسبة للمحاكم أو ما يسمى بالمحكمة الرقمية، هو مطروح حاليا قيد الدراسة، وحسب اقتراحات أو مقترحات الوزارة أنها تقول بأنها ستكرس هذه المحاكم خلال أفق سنة 2020. كانت قبل هذا قالت بأنه 2018، ولكن ربما أنها ارتأت بأن الظروف غير مواتية حاليا ووضعت واحد السقف حدته سنة 2020.